على الرغم من كونها منطقة ذات طابع فلاحي رعوي ولها من المقومات ما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، فإن ولاية تسمسيلت لديها أيضا ما يعيق إنتاجها الزراعي، لا سيما ما تعلق بمادتي العدس والحمص اللتين عرفتا إقبالا كبيرا للمواطنين على نقاط البيع. حنا نشكر من ربي ومن الدولة تاعنا تزيد تمكن بات دعمها بالشعب تزيد ما يشغل العدس والحمص. الموسمين اللي فاتوا فيه تراجع قليل شوية على الجفاف، وكذلك يعني تنظيم المهنة، تنظيم الشعبة، ماشي المهنة، الشعبة، وإن شاء الله نسترجعوا المكانة اللي كانت عليها ولاية تسمسيلت. بدأ موسم الحرث والبذر الجديد، موسم لن يكون كسابقه وسط توقعات مستقبلية بتعافي تدريجي للقطاع، في ولاية تحاول استعادة مجدها الفلاحي السابق عبر تشجيع الفلاحين على خوض تجربة الاستثمار في هذا المجال. العيد الوطني للحبوب كان يقام الآن على مستوى ولاية تسمسيت، يجب أن نرجع هذا المجد لهذه الولاية في 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 قطاع الفلاحة. واقع يضع السلطات أمام امتحان حقيقي لإظهار مدى قدرتها على تذليل الصعوبات التي تواجه الإنتاج الزراعي في المنطقة، التي ارتبط بعضها بأثار تناقص كمية الأمطار وكذا عزوف الشباب عن خدمة الأرض، وأيضا ما ربطه مختصون بنقص ثقافة استخدام تقنيات الري التكميلية الحديثة للحبوب لدى المزارعين.